نعم جلال، شو عملت؟ والله انشغل بالي. شو حكيت مع رفيف؟ اللي اعطيتها الوراق ولا لسه؟ لا ما اعطيتها شيء ابدا، ولا قدرت حاكيها كمان. كرم اليوم عرض الزواج على رفيف وهي قبلت بعرضه. كل شيء رح يكون مثل ما اتفقنا، وهالخطه طبعا لمصلحه الكل. انت فيك تتفضل لبرا، وبعد شوي رح تبلش بشغلك. بدك توصل ديما خانه مع القصر. قولي لبنتك الدلوعة إذا ما بدها ياني أنا ماني قاتل حالي عليها، بروح وبشوف شغلي بطريقتي، أنا مو بحاجة مساعدتكم. إبراهيم، إذا حابب تطلع ربحان من هالقصة بدك تنفذ اللي بقلك عليه، وهلأ اطلع لبرا وانتظرنا لو سمحت. طيب رح انتظر وشوف، بس هي آخر فرصة إلك نوال خانوم. لشو بدك توصلي أمي؟ إبراهيم له حساب قديم مع عائلة رفيف، وعدو عدوك بيكون صديقك، لا تنسي هالحكي. إبراهيم رح يفوت بين عائلة يروقان، وإنتي رح تأمني له هالشي. إذا بدك تطلعي رفيف من حياتك هذا هو الحل الوحيد. وكيف رح تزبط أمي؟ شو مشكلته مع عائلة رفيف؟ إنتي ما دخلك بهالشي. إذا بدك زوجك وتتخلصي من رفيف هلأ بتطلعي لبرا وبتركبي بالسيارة. أهلا وسهلا عمران بيك. أنا من فترة قلت لك في شغلات كتير رح تتغير، ما تذكره؟ طبعاً، حتى قلت لي في شغلات رح تتغير بالنسبة لي. حضرتك فهمتني غلط عمران بيك، أنا عملت كل شيء كرمال عيلتي، وحضرتك بتعرف ليش قبلت بعرضكم. ما فيني أحبك، ما بقدر. تقبلي تتزوجيني رفيف؟ تقبلي تكوني مرتي؟ بقبل. طلعي بعيوني منيح وقولي شو حاسة جواتك، وإنه ما عندك أي مشاعر تجاهي. أنا من فترة قلت لك في شغلات كتير رح تتغير، ما تذكره؟ هلا فوتي ارتاحي شوي وانا بجي باخدك بعدين، يعني اذا بتحبي طبعا نطلع شي مشوار. مالي قدراني ابدا كرم بيك، لا تواخذني، عفيني اليوم اذا بتريد. رفيف انت هلا صرتي خطيبتي ورح نتزوج عن قريب، لا عاد تحكي معي بهي الرسميه، رجاء ناديلي باسمي من هاليوم. معك حق كرم. ايه ها هيك حلو. خلاص بشوفك بكره. اوكي بشوفك. يا الله ساعدني دخيلك،
ساعدني واعطيني القوة لوقف بوجهه، ساعدني لأحمي ابني. شفت كيف أنا معلمة بالسواقة؟ ايه؟ هي أنا سقت السيارة اليوم وما صار شي معنا، مزبوط؟ ايه طبعاً، بس يمكن شي 100 مرة سلم علينا عزرائيل. ايه لا 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 تبالغ يعقوب. ألو نعم حضرتك، نعمت خانم؟ مزبوط أنا نعمت. أنا جبت رقم حضرتك من السمسار العقاري يا خانم، وعم بحكي من البيت الجديد اللي اشتراه عمران بيك. شوفي صاير شي بالبيت؟ عمران بيك اجى على البيت من شوي وحالته صعبة كتير، كسر الأغراض وخرب الدنيا، بلور البيت كله صار على الأرض، أعصابه منهارة. شو؟ لأيمتى بدي استناك؟ خير؟ ما رح تفتح لي باب السيارة؟ بلا شو، قوم انزلي. ما رح ناقشك هالمرة. خير أمي، ليش مستعجلة؟ لوين رايحة؟ لوين بدي روح يعني؟ رايحة لعند عمران. لعند عمران؟ ليش وينه هو؟ لك بنتي يعني أنتي معقول ما بتعرفي وين جوزك وشو عم يعمل؟ ما بعرف، زوجي ما بيخبرني شي عن حاله. وهلأ ممكن تقولي لي وينه أمي؟ عمران شاري بيته وهو هلأ قاعد فيه هنيك. ايه بعرف، بس ليش رايحة لعنده؟ اتصل زلمة وقال عم يكسر أغراض البيت والبلور. لك بنتي بدل ما تسألي عنه روحي فوراً لعند جوزك وشوفي يلي صاير معه. روحي لعنده خليه يعرف انه انت اللي واقفه معه. لكان شوفي هي اجتك الفرصه لعندي، رح اعطيك عنوان البيت. بعرف وين امي. يلا روحي لكان. ماشي. لازم اعلمها كل شيء بنفسي، كل شيء. ديما خانم شغلتني ومن اليوم رح اشتغل هون. بالله شو، بس ما قالوا لنا عنك ابدا. ظافر ممكن تفتح الباب؟ لوين ديما خانو؟ أنا هلأ ما بدي حدا يسوق، خليك هون. ديما خ... هالمرة لقيمة كتير وشايفي حالة. أنا بأرجيكن أنت وأمك. Thank you.
ابني يا روحي انت. الحياة كل يوم عم بتفاجئني بشي جديد. اليوم اكتشفت انه الحياة مو واقفة معي بنوم، والسعادة اللي كنت عم بحلم فيها مستحيل تتحقق، وابوك اللي انا بحبه بجنون طلع كذاب كبير قدر يخدعني كل هالفترة. تخيل انه الكلام الحلو اللي كان يقلي اياه كان فخ، وكان عم يضحك علي بس لحتى ياخدك مني. صح انا انهرت، بس رح ضل واقفة على رجلي كرمالك، بس كرمالك انت. وافقت اتجوز كرم لحتى ما يفرقونا عن بعض. خلص رح اتجوزه لانه ما عندي غير هالطريقة لحتى ضل معك طول عمري. يا روحي انا ما فيني حاربون، قوتي ما بتكفي. يا ريت ما صار هيك معنا، يا ريت لو الحياة ضحكت بوجنا شوي. كل عمري كنت اتمنى انه ابوك عمران يحبني من قلبه ويتقدم لي للزواج بدل كرم، وقل له اني موافقة وارتاح من هالدنيا كلها بحضنه. بس طلع هذا كله حلم، وهلأ خلاص حبيبي انا ما بقيلي غيرك يا ملاكي، بحبك كتير. مساء الخير رفيف. أهلين جلال. لا تأخذيني، إجيت من دون ما خبرك، بس ضروري أحكي معك. طبعا تفضل. عمران قال لي إنه أنت وكرم رح تتزوجوا، وطبعاً أنا ما صدقت هالشي. اتصلت بعمران كتير لحتى أسأله إذا هذا الشي عن جد، بس هو ما رد. مزبوط اللي سمعته رفيف؟ أي مزبوط، بس عمران بيك من وين سمع بهالشي؟ عمران كان متحمس وجاي لعندك رفيف، كان معه عقد بيخص البيبي وحقوقك باعتبارك أمه، وبده يعطيك إياه، بس لما شافك أنت وكرم قاعدين سوا حمل حاله ومشي فوراً. مرحبا. أهلين. وينو عمران؟ بالبيت، من أول ما وصل عم بيكسر الأغراض، من خوفي ما مسترجي فوت لجوا. منيح أنك جيتي. طيب معك مفتاح؟ طبعا تفضلي. يسلم. عمران؟ عمران؟ انت منيح؟ وشو بيضمن لي انه اللي قلته مزبوط اخي جلال؟ وانا ليش لحتى كذب عليك يا رفيف؟ كرمال عمران وهو رفيقك؟ وانت بتحبه كتير وبتحترمه وبتعمل كل شي بيطلبه منك، ولا انا غلطانة؟ يمكن يكون عم يستخدمك بخطته. أي خطة؟ رفيف شو عم تحكي؟ صاير عقلك مخربط كتير؟ عمران مستعد يبيع الدنيا كلها بس لحتى يجي هالولد، وكل شي عم يعمله كرماله، وهو مشان هيك عم يحميني وراقبني على طول.
بس روحوا قل له ما ياكل همي، ما في لزوم للخوف، رح ياخد ابنه مني، واصلا بعد ما ياخد ابنه رح يخلص مني على الاخير. عمران كان معه حق، بهالفتره عن جد تغيرت كثير. ما تغيرت بنوب، كل القصة اني تعلمت كون قوية وما امن لحدا فيهم، ومن اليوم ورايح ما عاد صدق اي شيء بيحكي عمران بيك، ولا عاد اسمح له يستخدمني بلعبته، وبرأيي انت كمان لا عاد تسمح له. ليكي انا ما بعرف شو اللي صار لحتى تضايقتي منه، بس انت اللي غلطانة بحقه. عمران انسان صادق كتير، وبحياته ما خبى علي او كذب بشي. برأيي انت اعدي وفكري منيح وشوفي مين لعب بعقلك وشو هدفه، وبعدين احكي عنه، وإلا النهاية ما رح تكون منيحة. عمران كان متحمس وجاي لعندك رفيف، كان معه عقد بخص البيبي وحقوقك باعتبارك أمه، وبده يعطيك إياه، بس لما شافك أنت وكرم قاعدين سوا حمل حاله ومشي فورا. عمران شوفي احكي لي بقى، ما فيني شوفك متضايق يا روحي، احكي شوفي. ليك انا هون جنبك، مو نحن رفقات ومنفضفض لبعض؟ يلا احكي، لا تضلك ساكت. مرحبا عائشة، شو ها؟ حمالة جبتها من شان ابنك. لك لا تأخذيني، قلت بلبسها لحتى فاجئك فيها، بس ما كنت لاقي المفتاح. قليلي عجبتك الهدية؟ أكيد بتاخد العقل، شكرا عائشة كتير حلوة. وإنت مراد حبيتها ولا لا؟ عجبتك هديتي؟
عم بيرفس ايدي. انت هلا عم تقلي ايه ما هيك؟ يا روحي انت شو بحبك؟ طبعا عم بيقول لك ايه. عائشه شكرا كثير لك. ليش عذبتي حالك؟ ما جبت شيء. لسا في عندهم كتير شغلات حلوة رفيف، وبتحتاري شو بدك تجيبي من عندهم. يلا فوتي. مرحبا. شو القصة؟ بما أنك بعتته رايب هالسرعة أكيد بيكون في خبر جديد. سليم خلص أنا راح أتزوج، رفيف وافقت أنه تتزوجني. كرم أنت عم تحكي عن جد؟ لك إيه؟ والله خبر حلو كتير. قلي أعطيتها الخاتم ولا لسه؟ أعطيتها يا طبعاً. بصراحة أنا اتضايقت لأنه العرض ما كان مثل ما كنت بحلم فيه دائماً. يعني أنا كنت متخيل نطلع ونتعشى عشاء رومانسي، بس هلا المهم رفيف أنه قبلت. خلص ما عاد يهمني شيء أبداً. برافو عليك. وأخيراً كسبت قلبك. ما بتتخيل قديش أنا مبسوط سليم. لهلأ مو مصدق إنه نحن خلص رح نتزوج. مبين عليك. أصلاً ما في داعي تشرح لي شي. لك جاي على بالي اطلع لمكان عالي وصرخ رفيف صارت إلي وأنا بحبها مثل المجنون، وخلي الكل يعرف ويفرح بهالشي. لك سليم شو قلك؟ والله وقت شفتها أول مرة ما قدرت شيل عيوني عنها. صدقني ولا ثانية واحدة قدرت شيلها من بالي. وبعدين للصدفة اجتمعنا أنا ورفيف عنا بالبيت، ومن هداك اليوم أنا عرفت إنه نحن قدرنا واحد، ولهيك ضليت وراها لحتى قبلت تتزوجني. والله فرحت لكم من كل قلبي، وإن شاء الله بتضلوا مع بعضكم ورح نختير مع بعض. رفيف مثلي بتحبني موت، واضح عليها أصلا. بس هي خجولة وبريئة مشان هيك ما كانت تحسسني بشي قبل. ايه ومشان البيبي كمان، وإلا هي بتحبني وبدها ياني. أكيد بتحبك. لك إذا أنت ما حبتك مين بدها تحب لك؟ لك أنت شفت حالك اليوم بالمراية؟ لا ليش شو فيني بالله، شب عشقان من زمان وأخيرا قبلت في حبيبته. شو هالقصة يعني؟ وأنا هذا اللي كنت رح أقوله. خلينا نوثق هاي اللحظة. تمام. أنا كيف بدي أتحمل من هلأ اشتقت لها؟ خلاص أنا ما عاد بدي بعد عنها ولا لحظة واحدة، بدي اياها تكون قدام عيوني وعلى طول. خلاص ما راح تفترقوا ابدا، انت صبور. لو سمحت مثل العاده. مرحبا. لا تضحكي علي بس انا لهلا ماني مصدق. وانتي؟ وأنا كمان. اتركيني. عمران أنا من وقت ما وصلت ما نطقت بكلمة، عم تخوفني عليك. ما في لزوم لخوفك، هلأ شوي وبهدى لحالي. خير إن شاء الله أمي. إلك ساعتين واقفة، شو مين ناطرة منهم؟ مالي ناطرة حدا. آخ بنتي يا ريت ما تتدخلي ولو مرة واحدة بس. طيب ماشي، الحق علي أصلا.
طمني، لقيت عمران، نحن سوا هلا وكل شيء تمام بيننا، لا تاكلي هم. اه ايه هلا تعدل مزاجي على الاخير بهالخبر. يلا قومي اعملي لي فنجان قهوه. هي طبعا من عيوني بعمل لك. بس ما بدك تحكي لي شو الموضوع؟ خبريني لشوف عشرف شو هالقهوه امي. لا تكتري حكي وقومي بسرعه. يلا شكرا. يلا يلا. طيب امي قايمه والله يسامحك. رفيف، كان في ظرف أصفر على الكونتوار، أنتو قمتو؟ رفيف؟ عفواً، شو قلتي؟ رفيف حبيبتي، أنتي منيحة؟ لا عائشة، مالي منيحة. شوفي؟ عملت غلط كبير. لا تخوفيني عليك يا رفيف، احكي شوفي. كرم بيك، اليوم عرض علي الزواج. انت عن جد عم تحكي؟ لا تقولي. ايه قبلت. ليش وافقتي تتزوجي رفيف؟ لك انت جنيتي شي؟ لانه مجبورة اتزوجه. نعمت خانم اجت اليوم لعندي وبقيد اوراق، وقال اذا حاولت اخذ الولد واهرب رح يدفعوني غرامه كبيره كتير، وحاطين علي شروط ما استوعبتها. يا الله على هالمصيبه، اي لا توقعي عليهم لكان. مو هون هي المشكله اصلا، عمران من وقت ما بلشت القصه موقعني عليهم بين كل الاوراق، ومالي متذكره امتى وقعت عليهم كمان. ما عم صدق، شو هالعالم هي؟ عائشه انا ليش هيك عم يصير معي يا ربي؟ ليش؟ ليش أمنت بعمران؟ وليش وثقت فيه؟ من شان هيك قلتي لكرم بيك موافقة، ما هيك؟ لأنه ما كان عندي حل تاني غيره. فكرت كتير بالموضوع، لو حاولوا ياخدوا ابني مني ما رح أقدر حاربهم لحالي أبدا، هيك كرم بيك رح يساعدني. بس المفروض تفكري شوي بحالك، هذا زواج مو لعب ولاد صغار، أنت هيك عم تدمري حياتك. ما أصلا حياتي تدمرت عائشة، باللحظة اللي شفت فيها للشروط حياتي انتهت تماماً ورفيف ما عاد موجودة. ابني هلأ أهم شي بهالدنيا، ورح حارب الكل كرماله. بدون كرم بيك ما رح أقدر حارب، ما رح يطلع شي بإيدي. كرم بيك بيحبني ورح يحميني، ما عندي حل تاني غيره بنوب، فهميني. بس أنت رح تتزوجي من واحد لا بتحبيه ولا بتحسي بشي تجاهه. صح، خلص انحرق قلبي وتعذبت كتير بحياتي بسبب اللي بحبه. هلا انتي انطعنتي بظهرك شي مرة من أكتر حدا بتأمني فيه؟ استغلك حبيبك أو ضحك شي عليكي؟ أنا بعرف إنك متضايق، وكتير كمان، وما بعرف مين اللي متضايق منه، وحتى ما رح أسألك عنه، ما بيهمني. بس أنا ما بقدر شوفك بهالحالة بنوب، ما بحبك تكون زعلان عمران. بنقهر كتير، بس اسمح لي ساعدك وداوي لك كل جروحك. ما
طيب، طالما شرب بيريحك شوي، رح نشرب مع بعض. رفيف حبيبتي، لكن إن شاء الله يكون هالزواج منيح لإلك. إن شاء الله. ما عندي حل تاني غيره أصلاً، الموضوع مو سهل عائشة. بس كأنه في شي خربط لك عقلك. قصدي جيد جلال لعندك، ما هيك؟ بصراحة ما رح قلك إنه حكي جلال ما خربط لي عقلي. لك لو كنتي محلي شو بتقولي؟ هالزلمة يمكن يكون جزء من اللعبة، ويمكن لا. شي بحير. يعني عن جد برأيك عمران بده يساعدني بهالشي؟ ولا ليكون بده يمنعني اتزوج من كرم بيك؟ رفيف، أجوبة هالأسئلة ما أنا عندي، عند عمران. روحي لعنده واسألي عنهم، أحسن ما تضلي متضايقة هيك. روحي واحكي معه. ماني حابة أشوفه بنوب. طيب معناها أنتي قادرة، وخليكي هيك عم تفكري، وإذا طلع غلط رح تقولي يا ريتني سألته. ما بعرف شو بدي قلك. يمكن معك حق عائشة. ماشي، رح أروح وأحكي معه. وهيك الصح، ووقتها رح ترتاحي. ليكي، إذا رجعت أمي قبلي قولي لأي شيء، الله يوفقك. تمام، لنشوف شو رأيها بزواجك بكرم. إن شاء الله ما تعمل لك شيء. انتو شو مخبيين عني يا خانم؟ قولي لشوف. انت شو عم بتخرف؟ شو بدي خبي عنك؟ البنت حامل، من وين حملت بهذا البيبي؟ من جوز بنتك ما؟ ومشان هيك حطيتيني شوفير لبنتك؟ مشكلتك مع عمران؟ جاوبيني لشوف. انا مشكلتي رفيف وكل عيلتها. جاوبيني، هداك البيبي من عمران؟ لا، وبعدين انت شو دخلك؟ مبين انه ما له اب، وين المشكلة؟ ليكي، انا قبل ما افهم شو القصة ومن الاول ما راح المس رفيف لحتى تولد ابنها، وهي عم خبرك. كم كاسة شربت اليوم؟ حاجة تشرب. الشرب ما بيفيدك. أنا ليكني جنبك عمران، أصلاً أنا طول عمري واقفة جنبك. عمران لا تتضايق، الزعل ما بيلبق لك. عمران، تمام، يلا تعا خلينا نرتاح شوي. يلا تعا. يا روحي اشتقت لك.
وانت اشتقت لي بعرف يا عمري. رفيف اهلا وسهلا. مرحبا خالتي اسيل، عمران بيك بالبيت شي؟ لا ماله هون. اسيل مين على الباب؟ خير ان شاء الله بنتي، شو جابك هلا؟ ليكون صاير شي لحفيدنا. لا حفيدكم صحته منيحه، لا تاكلي هم، انا اجيت لحتى احكي مع عمران بيك. عمران ماله هون، يلا احكي لي بدك تحكي لي. لا خلص بعدين بحكي معه، تصبحوا على خير. وقفي شوي، استني انا بعرف عمران وينه. وينه طيب؟ رح اخذك فورا لعنده بنتي. اسيل روحي جيبي لي شنطايتي والمانطو واللفحه بنتي. يلا رح اجمع الكل على الفطور ليسمعوا بالخبر سليم، ورح جيب رفيف ووقفها قدام الكل، ورح امسكها من ايدها كمان وقول له نحن قررنا نتزوج. كرام بعرف انك مبسوط ومتحمس، بس انا برايي لا تخبرهم بشي هلا. لا تنسى انت رح تتزوج رفيف، يعني امك وعمران بيك. بس انا ماني خايف من حدا سليم، امي بتعرف بالموضوع وكمان ستي واقفه بصفي، خليهم يعرفوا انه رح نتزوج. شو يعني؟ اسمع ابراهيم، انا ما جبتك لهون لحتى تاخذ بتارك منهم وتتورط، انا عم فكر بمصلحتك وما بدي اياك تفوت على الحبوس. عيلتي روقان قوايا وواصلين واغنياء. ايه شو يعني؟ يعني حاول تكسب الوقت وتستفاد مني لحتى تقدر تفوت بهالعيلة، وهيك بهالطريقة رح تتقرب من مرت أبوك وبناتها، وبعدين بتقدر تاخد بتارك منهم، وبهالطريقة ما حدا رح يشك فيك أبدا. كم مرة بدي فهمك شو بفيدك بهالموضوع؟ أنت هلأ بحاجتنا ونحن بحاجتك، يعني مصلحتنا وحدة. والمفروض تحمل بنتك وميعتها، ما بيمشي الحال بدونها؟ مستحيل، ديما هي مفتاحك لهالعيلة. أهلا وسهلا يا روحي. أهلا فيك أمي. شو مزاجك رايق اليوم؟ وممتاز كمان، اليوم قضيت أحلى يوم بكل حياتي. بالله؟ إيه حلو كتير. بدي الكل يكونوا مجتمعين على الفطور، عندي خبر بياخد العقل. وشو هالخبر بالله؟ ليكون بخصوص الموضوع يلي ببالي. كرم بكرة الصبح بتعرفي شو هو. بنتي نعمت خانم، نحن ليش اجينا لهون؟ بنتي مو قلتي بدك تشوفي عمران وتحكي معه؟ يلا يلا بنتي قربي، لا توقفي بالمطر. عمران هون جوا قاعد وهلا بتحكي معه. يلا